طفل عمره 7 سنوات أحرم للعمرة ووضع الإحرام على رأسه. طفل عمره 7 سنوات نعم أحرم للعمرة ووضع الإحرام على رأسه وقد أخبرناه ألا يفعل، فما الحكم؟ لا شيء عليه ما دام انه طفل وجاهل، ولما أخبرته أزال الغطاء من على رأسه لا شيء عليه. حتى الكبير إذا غطى رأسه جاهلا أو ناسيا ثم لما بين له أزاله ليس عليه شيء.